السلام عليكم، نرحب بسادة التدريسين في جامعة بغداد المحترمين في الفيديو التعليمي الخاص ببرنامج الأوبتيكال مارك ريكوجنيشن، برنامج التصحيح الإلكتروني المعتمد في تصحيح إجابات طلب الدراسات العليا للامتحان التنافسي. وياكم راح يكون عبد الله عادل رشيد، موظف في شعب الدراسات العليا في كلية التربية من الهيثم للعلوم الصرفة. في هذا الفيديو راح ناخذ فقط الشغلات المهمة اللي تفيدنا في تصحيح إجابات طلب الدراسات العليا، ونستغني عن الشغلات الإضافية اللي ما راح نحتاجها في تصحيح الإجابات. الخطوة الأولى راح نفتح البرنامج الخاص بنا، برنامج الأوبتيكال مارك ريكوجنيشن. في جزئية التمبليت ننتقل إلى جزئية النيو. هذه الجزئية راح ننشئ قالب خاص بنا باستخدام برنامج الأوبتيكال مارك ريكوجنيشن، ونعرفه على النموذج الخاص بنا، ورقة الإجابة الخاصة بطلب الدراسات العليا. فعندنا هذا هو النموذج الخاص بنا بكلية التربية ابن الهيثم، عندي 100 سؤال، وعندي القطعة الخاصة بالرقم الطالب واسم الطالب، وزاد المعلومات الخاصة بالامتحان التنافسي. هذا القالب الفارغ، على أساسه راح أعرف النظام إنه المنطقة الآدي هي هذه راح تكون، والمنطقة الخاصة بالإجابة هذه. فشو راح نسويها؟ بعد ما دسنا على نيو راح تنفتح عندي هذه النافذة. هنا دا يفتح لي الديسكربشن أوبشنال. هنا أنا أقدر أعطي وصف لهذا القالب في حالة إنه أنا ريتت أستخدمه بالسنة الجديدة الثانية، أعرف إنه هذا القالب خاص بأي امتحان. فهذه أوبشنال يعني خياري، أنت كيفك تريد تضيفها أو لا. حالياً إحنا ما راح نضيفها، فقط راح ندوس على الكابتشر إيمج، ننتقل للواجهة الثانية. الواجهة الثانية عندي خيارين اللي هو السكان والريد إيمج. إذا كانت هذا القالب مالتي أنا ما قاري وما مخزنه بالحاسبة، يعني عندي فقط ورقي، فأقدر أسوي له سكان، أربط الحاسبة مالتي جهاز سكانر وأسوي له سكان، وراح ياخذ لي السكان الخاص النموذج الخاص بالإجابة. أما إذا أنا موجود على حاسبتي مثل الوضع اللي هسه حاليا أنا بيه، إنه القالب موجود عندي بالحاسبة، فمجرد راح أقول له ريد إيمج، أنتقل إلى ريد إيمج، ومن ثم أقول له براوز. من دست على براوس فتح لي هذه الاوبن فايل دايلوج. الفايل دايلوج اللي من خلالها اقدر اختار النموذج مالتي. انا النموذج مخزنه على الديسكتوب، مخزنه بهذا الفولدر. فهذا هو نموذج الامتحان الخاص بي الفارغه اللي هو هذا النموذج. اختاره، ورا ما اختاره راح اقول له اوبن حتى يحمل لي اياها بداخل البرنامج. بعد ما حملها بداخل البرنامج لازم الاحظ هنا الاوبشنات مالتي، والاحظ هذه في بعض الحالات انه هذه النموذج ما يقرا لك اياه، فانت لازم تتاكد انه هو هنا قراه بدون اي مشاكل. اذا قراه بدون اي مشاكل مجرد راح ندوس اوكي. اما اذا اشرك باللون الاحمر او الاخضر او الازرق على القالب، فمعناته انه القالب مالتك مترتب بصوره خاطئه، لازم تعيد ترتيبه، او ماخوذ سكانر مخربط. فهنا القالب مالتنا ما بي اي مشكله، راح نعطي اوكي. حمل لي القالب مالتي بالبرنامج. حتى اجي احدد منطقه الاي دي مالتي راح اروح على الشريط العلوي واختار الاو ام ار. الاو ام ار مجرد ما دست عليها راح يتغير شكل المؤشر مالتي على شكل زائد، مثل ما نشوف شكل زائد. اجي راح اختار منطقه الاي دي، ظللتها لمنطقه الاي دي، فقط ظللت البابل. بعد ما ظللتها مجرد ما ارفع ايدي من الماوس تلقائيا هو راح يفتح لي هذا النموذج، يفتح لي هذه الواجهه. بالريجن نيم هنا نقدر نسميه ستودنت اي دي، يعني هنا هذا الاسم ديفولت اوبشن، يعني انت اي اسم تريد تسميه ماكو اي مشكله، لكن احنا راح نسميه ستودنت اي دي، معرف الطالب اللي هي الخاصه برقم الطالب. هنا نوع الاوبشن مالتي الثاني التايب ما راح نختاره مالتيبل، راح نختاره جريد. ليش؟ لان انا الطالب راح يكتب لي وفق هاي المنطقه، هاي المنطقه راح نسميها جريد، لان راح تكون عندي عشوائيه، ما راح يختار صف واحد او عمود واحد، راح يختار لي من كل صف قيمه ومن كل عمود قيمه واحده بس. فبالتالي لازم القراءه مالتي تكون جريد.
فالاي دي لازم تكون القراءه مالته جريد ثابته. نيجي للخانه الثانيه اللي هي داتا تايب. الداتا تايب، الداتا تايب هنا يقصد بها هاي المنطقه الاي دي، انا شو مخليها ارقام لو احرف؟ انا حاليا مخليها شنو؟ ارقام. فلازم تكون نمرك. الداتا تايب مالتي نمرك، فاروح هنا واختار النمرك. فصار عندي الريجن نيم هو اسم لهاي المنطقه، اعطيتها اسم. الجزء الثاني التايب مالتي انه قلت له اعتبر لي اياها جريد، لان انا راح اختار القيمه مالتي من صف عمود، فلازم يكون جريد ثابته الاي دي. وكذلك التايب مالتي ارقام، فلازم يكون نمرك، لازم يكون نمرك. نيجي لهنا لهذه المنطقه اللي هي الريجن اورينتيشن، اللي هي اتجاه القراءه مالتي او اتجاه المنطقه مالتي. عندي لورو او كولوم. حاليا اني ايش دا اقرا؟ دا اقرا صف، دا اقرا صف صف، لان اني الجدول مالتي قالبه، فاني كل صف راح ياخذ لي رقم واحد منه، فلذلك راح ابقيها رو. في حال انه كان الاي دي هذا بلي فوق، يعني ياخذ لك من كل عمود رقم رقم، فتخليه كولوم. حاليا احنا دا نقرا صف صف، هذا الصف الاول، هذا الصف الثاني، هذا الصف الثالث، فقلت له الريجن اورينتيشن مالتك اريد اقرا ليها على شكل رو. اما اذا بالعكس راح اقول له كولوم. هنا نتاكد من هذه الجزئيه اللي هي كولوم ان ذا ريجن، عدد الاحمده الموجوده بهذا الصف. بكل صف انا مين يبدي؟ من الصفر للتسعه، فاذا عندي 10 قيم. اذا اعطاني 10 قيم معناته انه قرا لي المنطقه بصوره صحيحه. قرا لي المنطقه بصوره صحيحه. في بعض الحالات انه هنا أنا ما راح يقرا لك اياها يعني 10 مثلا يعطيك 9، معناته انه انت هنا هاي المنطقه ما محددها بصوره صحيحه، فتقدر تلغيها بالاسفل، تدوس كانسل تلغيها وترجع تختارها. فهنا لازم نتاكد عدد الاعمده مساوي لهاي الاعمده مالتي. في حاله انه ان كنت تقرا كولوم، يعني تقرا الريجن اورينتيشن مالتك اعمده، فتتاكد انه عدد الصفوف مساوي لهذه الجزئيه. فاحنا حاليا على عدد الصفوف ده نقرا، فلازم الاعمده اشيكها، يعني وحده عكس وحده. اذا هنا قلت له رو، فهو هنا راح يقول لك شيك للصفوف. اذا قلت له هنا كولوم، راح يقول لك شيك لي الرو. فهنا حسب المنطقة مالتي أنا دا أقرأ صف صف، ومن كل صف دا أقرأ عمود واحد، فأتأكد أن المنطقة 10 أعمدة مثل ما أنا مسويها 10 أعمدة وثلاث صفوف. فأنا هنا عندي 10 أعمدة وثلاث صفوف. بعدها ننتقل إلى جزئية الريد بوتوم تو توب، يعني القراءة، هل تريد القراءة مالتي من الأسفل للأعلى أو من الأعلى للأسفل؟ ايش نقصد بها؟ لو ننتقل هنا فقط، ننتقل على اجابات الطلاب، نفتح واحده من الاجابات حتى نوضح. عندي هذا رقم الطالب اللي هو 3 4 5، الطالب كتب لي بهذا الشكل. اجي اني، هل اني اريد القراءه مالتي يقرا ليها اول رقم 5 يعتبر ليها هو الآحاد، عشرات، مئات، يعني الخمسة يعتبر ليها آحاد، الأربع عشرات، الثلاثة مئات، يعني القراءة تكون من الأسفل للأعلى. إذا أريدها بهذا الشكل راح أقول له read bottom to up، اقرأ ليها من الأسفل للأعلى، يعني القراءة مالتك مال الأرقام تكون من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الخمسة أربعة ثلاثة، فكأنما راح يقرأ لي الرقم، من يقرأ لي الرقم راح يصير 3045. أما إذا الأوبشن هذا ما خليته، عفته بدون ما اخليه عليه صح، فالرقم شلون راح يقرا لي؟ راح يقرا لي من اللي فوق اللي جوا. راح الثلاثة تكون هي الآحاد، الأربعة هي تكون عشرات، الخمسة راح تكون هي المئات، فالرقم راح يقرا لي 543. فهنا أنا سويت مثال بالأكسل، إن شاء الله نشوفه بالخطوات الجاية إنه شلون راح يصير. يعني الرقم مالتي هسه أنا هنا أنا أحمد اعطيته حالتين حتى نوضح يعني البرنامج مالتي نشيكه بدون صح او بالصح. فالرقم الاول انه هو اذا قرا لي من الخمسه للثلاثه فراح يصير عندي 3045، واذا قرا لي من الثلاثه للخمسه يعني من الاعلى للاسفل فراح يصير عندي 543. وراح ننفذ ونشوف ان شاء الله بقيه الفيديو. احنا راح نقول له هسه حاليا اقرا لي من الاعلى للاسفل،
نعوفه، يعني ما راح نخلي صح، راح ننتقل فقط إلى جزئية الـ Possible Label Section Scales. هنا أنا هذه الأرقام اللي أنا اختاريتها من 0 للتسعة، احتمال A, B, C, D أنه أنا مخليها أحرف. فهو يجي هنا يقول لي شلون أنت تريد تخلي المنطقة مالتك، شلون تصير القراءة؟ تريدها من الواحد لل من التسعة العفو للصفر، لو من الصفر للتسعة، لو من الواحد للعشرة، لو من العشرة للواحد. بما أنه أنا عندي عشر قيم، فهو الثاني هذني الاحتمالات مالتي. فإحنا الاحتمالات مالتنا مين تبدي؟ من الصفر للتسعة. الأرقام مالتي اللي أنا مرقمهم يبدأ من الصفر إلى التسعة، فراح شو أقول له؟ من صفر إلى تسعة. فنرجع للخطوات السابقة، إنه خلينا اسم للمنطقة هذه الخضراء اللي حددناها، خلينا التايب مالتي هو جريد، لأن أنا راح أقرأ صف عمود، راح أقرأ داتا تايب أرقام فخليتها نمرك. القراءة مالتي صف صف فخليتها رو. هنا أنا تأكدت إنه 10 أعمدة عندي من الصفر للتسعة 10، وعندي 3 صفوف اللي هي صف الأول الثاني الثالث. ورا ما تأكدت قلت له أنا المنطقة راح أقرأها من الصفر للتسعة، أوكي حددت هالأمور تمام. هسه أنا حددت الإعدادات مالتي. هاي الإعدادات، هاي المنطقة شلون راح أربطها ويا جدول الإكسل مالتي هذا؟ لأن أنا بجدول الإكسل لازم يكون عندي حقل بالنيم اسم الطالب الثلاثي أو الرباعي عفوا، لازم يكون عندي بحقل النيم هو الاسم الرباعي للطالب، ومقابل كل اسم اكو اي دي معرف خاص للطالب اللي هو مثلا هذا 3045. فعندي مثلا هاي الاي ديات، يعني هذا نبقى التكرار، عندي هذا الطالب الاول وهذا الطالب الثاني، وهذا الاي دي الخاص بي وهذا الاي دي الخاص بكل طالب. لازم ننتبه انه هذا الاي دي ما ممكن يتكرر، يعني هذا الاي دي لازم نكون كلش حذرين من ناحيته، لان مجرد ما راح يكون تكرار عندي للاي بي للاي دي عفوا، الدرجه راح تروح لغير طالب، راح تكون تروح للطالب الثاني، راح تروح الدرجه للطالب الثاني. فلازم ننتبه انه على جزئيه الاي دي ما يتكرر نهائيا. بعد ما تاكدنا انه لكل طالب الى اي دي خاص به، راح ننتقل الى جزئيه البرنامج. جزئيه البرنامج شلون اربط هاي المنطقه اللي حددتها انا الخضراء ويا الجدول الموجود ببرنامج الاكسل؟ راح انتقل الى جزئيه الداتابيس لوك اب. داتابيس لوك اب مجرد ما راح ادوس عليها راح تنفتح لي هاي الخيارات. اول جزئيه راح اخلي صح على يوز داتابيس لوك اب، راح اخلي عليها صح. مجرد ما خليت عليها صح انفتح عندي هذا الاوبشن. قلنا ندوس على داتابيس لوك اب، نخلي صح هنا، ومن ثم اقول له هنا اختار التايب مالتي، شنو نوع قاعدة البيانات اللي راح اريد اربطها بها. انا طبعا البرنامج يوفر لي اكثر من خيار، انه اكثر من نوع من قاعدة بيانات اقدر ارتبط بها، لكن احنا راح نستخدم الاكسل من 2007 ل 2016 راح نثبته، يعني الاكسل هو راح يكون افضل بترتيب البيانات مالتنا، مو حتى ما تصير علينا هوسه. فراح نستخدم الاكسل اللي هو من 2007 ل 2016، وراها راح اقول له البراوز. البراوز معناته راح اختار الملف الاكسل اللي اني مخزن به اسم الطالب والاي دي الخاص بي. فاني هنا أنا تلقائيا وداني على البرنامج الملف الاكسل اللي اني خازنه، فاني خازنه بالديسكتوب وفق فولدر اسمه برنامج انسر 16523. فهذا هو الملف مالتي، مجرد ما راح ادوس عليه اختاره، يعني اختار ملف الاكسل مالتي اللي بي اسم الطالب ورقم الطالب، ورا ما اختاريته راح اقول له اوبن. انتظر شويه لحد ما يحمل لي الملف الاكسل. هنا راح يقول لي انفو ستودنت، معناته انه الملف تحمل عندي ماكو اي مشكله. اجى هنا قال لي انه التيبل راح يقرا لي من الشيت الاولى، فاذا الاكسل مالتك بي اكثر من شيت فانت وين خالي الجدول مالتك الاي دي والنيم، يعني اسم الطالب والمعرف الخاص بي، انا خاله بالشيت رقم واحد. فالان راح اقول له اوكي اختار لي من الشيت رقم واحد. بعدها راح اجي اربط هاي الاي دي، هاي المنطقه ويا حقل الاي دي. راح اجي اربط هاي المنطقه ويا حقل الاي دي، فراح اقول له اللوك اب اربط اختار لي الاي دي، اللوك اب الاي دي. الريبليس راح اختار حقل النيم. شنو فائده هذا الشيء؟ انا هنا بالورقه مالتي الطالب راح يختار لي رقم، زين انا هذا الرقم شلون راح اعرفه انه هي خاصه بالطالب الفلاني اللي هي خاصه مثلا بعلي او باحمد؟ فأنا عن طريق هذا الاي دي قلت له الاي دي اللي تقراه من ورقه الاجابه اللي هو من رقم الطالب، الاي دي اللي راح تقراه راح تسوي له سيرش بالاكسل مالتك
وتجيب النيم بداله، يعني راح يسوي سيرش، فمثلا قرا 791 راح يدورها بجدول الاكسل مالت بحقل الاي دي، وراح يشوف شنو الاسم المقابل لها، راح ياخذ النيم. فهذا هو الهدف مالته، انه اني دا اخذ الاي دي اروح على قاعده البيانات مالت الاكسل اجيب الاسم الطالب الخاص بي. فلذلك نبهنا انه يكون الاي دي بدون اي تكرار، لان مجرد ما انا هنا الاي دي كان عندي خطا راح يجيب لي او تكرار، يعني راح يجيب لي اخر اسم او ما يجيب لي اي اسم لهذا الاي دي. فلازم ننتبه انه الاي دي هنا بالاكسل بدون اي تكرار، وكذلك الاي دي اللي يكتب لي الطالب لازم انتبه عليه، انه نفس اللجنه من تعطي للطالب لكل طالب رقم خاص به، لازم تتاكد انه بالاستماره منه قبل ما تستلمها انه تتاكد انه الارقام اللي مختارها الطالب هي صحيحه. يعني مجرد ما يختار الرقم غلط معناته انه الاجابه مالته راحت. فهذه جزئيه كلش كلش مهمه، انه لازم اللجنه تتاكد انه الطالب كتب الرقم بصوره صحيحه واختار البابل بصوره صحيحه بدون ما يكرر لي اكثر من بابل. يعني هسه في حالتنا احنا بدنا نقرا من كل صف لازم يكتب لي يختار لي بابل واحده، يعني لو من صفر للتسعه يختار لي رقم واحد بس، فهو احتمال مثلا هنا كان رقمه تسعه هو اختار لي ثمانيه، فبالتالي هنا الرقم صار غيره، فبالتالي راحت عليه الدرجه. فهذه جزئيه لازم يتاكدون منها اللجنه الامتحانيه قبل ما يستلم الورقه من الطالب، يتاكد انه رقم الطالب كاتبه بصوره صحيحه ما باي خطا. فهنا مثل ما نكمل انه هنا راح اختار الاي دي، قلت له الحقل الاي دي راح اربطه ويا هاي المنطقه الخضراء، مجرد ما راح يقرا لي الاي دي راح اقول له بدل لي اياه ويا حقل النيم. حتى ليش اربطه ويا حقل النيم؟ حتى انا من اعرض الدرجات الخاصه بالطلاب اعرضها وفق النيم الخاص وفق اسمائهم الموجوده عندي بالاكسل. نرجع نكمل. بعد ما خلصت هاي الجزئية انه انا اختارت الاكسل، اختارت الشيت، اختارت الاي دي، اختارت النيم، راح اجي اقول له اوكي. لحد الان انا حددت منطقة الطالب وربطتها ويا قاعدة البيانات مالتي الاكسل. اجي هسه احدد منطقة الاجابات مالتي. نفس الطريقة اروح على الاو ام ار، على الاو ام ار ادوس عليها. من راح ادوس عليها؟ راح نلاحظ كل الادوات طبعا هي انطفت وراح يطلع لي شكل المؤشر على شكل زائد. من طلع لي على شكل زائد نفس الطريقه راح اظلل منطقه الاجابه مالتي، منطقه الاجابه الخاصه بي. بعد ما ظللتها وصارت منطقه خضراء معناته انه انا التظليل مالتي صحيح. هذه الجزئيه ايضا راح تفتح لي هذه النافذه بالريجن نيم، طبعا هذه مخيره نقدر نكتب عليها مثلا انسر او كويشن، عفوا نكتب مثلا كويشن واحد مثلا او بس كيو. طبعا هذا الريجن نيم كيفك انت، اي اسم تقدر تكتبه. فالمهم اعطيته كيو اللي هي الكويشن. بالاو ام ار تايب، الاو ام ار تايب هنا راح اختارها المالتيبل. ليش مالتيبل؟ لان انا الاسئله مالتي عباره عن مالتيبل تشويس، اختيار من كل سؤال يعني من كل صف راح يقرا لي اجابه واحده فقط، فهنا راح تكون مالتيبل مو جريد، لان القراءه اللي جريد معناتها راح ياخذ صف عمود، اما اذا اقول له مالتيبل راح ياخذ لي فقط صف صف. راح ياخذ لي فقط صف صف. فهنا المالتيبل لان انا الاسئله مالتي من نوع مالتيبل تشويس، فهذه تبقى ثابته على المالتيبل. هنا الداتا تايب، انا الداتا تايب مالتي شنو هي؟ اي بي سي، فهنا راح اخليها تكست. اما اذا كنت انا مختار 1 2 3 يعني هنا الانسر مالتي 1 2 3 فراح اختارها نورك، لكن احنا المتفق عليه انه راح تكون الاجابات المالتي تشويس هي اي بي سي دي، فراح نخليها تكست. ننتقل للجزئيه الثانيه، هل انا اريدها قراءه كولوم كولوم لو صف صف؟ لا، انا اريد اقراها صف صف، لان انا كل سؤال الاجابه مالته وفق صف واحد، فعند الصف الاول الثاني الثالث الرابع، فراح اخليها رو. زين، عدد الاعمده او عدد الاجابات مالتي شقد؟ هي اربعه. ليش؟ لان عندي اي بي سي ودي، فاذا عندي هنا القراءه البرنامج قرا المنطقه مالتي بصوره صحيحه انه هي اربعه اعمده. هاي المنطقة ايش كم سؤال تحمل اللي هي عدد الصفوف؟ ايش كم صف؟ عندي 34، اتاكد انه انا عندي من 1 الى 34، اذا قراها المنطقة مالتي بصورة صحيحة. فإذا لو نراجع هنا الريجن نيم هي اسم المنطقة اللي انا راح اقراها فسميتها كويشن. نوع التايب مالتي لو ام ار راح يكون مالتيبل تشويس. نوع البيانات مالتي هي تكست لان انا استخدم احرف.
هنا انا الريجن اورينتيشن راح اقراها كرو، لان انا دا اقرا صف صف، لان كل اجابه هي موجوده بصف واحد. الكولوم هي الريجن مالتي هي اربعه اعمده، مثل ما نشوف اربعه اعمده، وعدد الصفوف هي عندي 34 على عدد الاسئله. بعد ما خلصت هاي المنطقه اجي هنا البوسيبل مالتي الليبل. الليبل مالتي هنا انا شلون مرمزها؟ من اي الى تو دي، يعني نفس هنا اللي انت مختاره تلقائيا تختاره هنا. في حاله انه ما طلع لك يعني هاي الخيارات ما طلع لك اياها نفس اللي انت كاتبه هنا، معناته ان المنطقه اللي ظللتها قراها بصوره خاطئه. يعني معناته لو المشكله بالقالب او المشكله بالبرنامج. فتتاكد انه المنطقه يقراها بصوره صحيحه، اقصد بالبرنامج انه انت مضلل المنطقه بصوره خاطئه، يعني ما تضلل المنطقه بصوره صحيحه، فتقدر تسدها وترجع مره ثانيه تضللها. وهي من تطلع لك طبعا بالمنطقه الخاطئه معناتها انه التضليل مالتك صحيح. فهنا أنا نختار من الاي تو دي، ليش؟ حسب الرموز اللي انا مختارها من اي الى تي دي. اوكي صحيح، ما عندنا اي مشكله هنا، راح نقول له اوكي. حددت هسه انا المنطقة الأولى، راح أجي هنا طبعا أقدر أقول له OMR وآخذها كوب نفس الطريقة، أعيد الخطوات راح أقول له OMR نفس الطريقة. حددت المنطقة مالتي الخاصة بالإجابة صارت خضراء، معناتها التضليل مالتي صحيح. راح أجي هنا أقول له Q2 اللي هي المجموعة الثانية مالتي الأسئلة، حطيتها الـ Q2. الـ OMR Type نفس الحاله راح ابقي مالتيبل، لان انا هم ماده اقرا مالتيبل تشويس. نوع البيانات هي تي اكس، لان انا عندي احرف مثل ما قلنا، وراح يقرا لي صف، وعدد الاعمده 4، وعدد الصفوف 33. ليش؟ لان انا عندي يبدا من 35 وينتهي بال 67، فعندي 33 سؤال. انتقل الى جزئيه البوسيبل ليبل، راح اختار ايضا نفس الطريقه اللي هي الاحرف مالتي من اي الى 2 دي. اختاريتها، الاعدادات مالتي تمام، راح ادوس عليها اوكي. اجي احدد المنطقه الثالثه، المنطقه الثالثه عندي طريقتين حتى احددها، اما استخدم الاو ام ار او اقدر اخذ هاي المنطقه، لان عدد الاسئله مالتي مساوي لعدد هذه الاسئله، فمجرد اوقف عليها رايت كليك اقول له كوبي، اوقف هنا اقول له رايت كليك بالماوس طبعا من هنا راح تكون عندنا البيست موجوده اللي فوق ما موجوده بالرايت كليك. فهنا أنا من هذه الجزئيه اللي هي البيست لصق نزل اياها، طبعا من طلع عليها حمراء معناتها المنطقه مضلله بصوره خاطئه، فراح اسحبها واخليها فوق المنطقه الاجابات للمجموعه الثالثه. مجرد ما خليتها صارت عندي خضراء، معناتها انه قراءه البيانات صحيحه. فبهالطريقة حددنا القالب مالتي، سوينا قالب نموذجي وفق النموذج مالتنا مال الإجابات. بعد ما خلصت راح أروح على السيف وأقول له حفظ الملف، أما من أنا أقول له سيف أو من الخانة الموجودة بالأسفل راح أعطيه سيف. من أعطيتها سيف راح يفتح لي نافذة أختار منها اسم القالب مالتي، فهنا راح أكتب عليه نعطي اي اسم، راح اسميه اي ار. راح اسميه عبد الله. يست واحد. انا هنا اعطيته اسم، راح اخزنه على سطح المكتب مالتي. ومن ثم احفظه. انتظر لحد ما يحفظ لي هذا القالب مالتي. وفق هذا القالب احنا راح نصحح الاجابات الخاصه بطلب الدراسات العليا. هسه انا خلصت هذا القالب مالتي، راح اسده، ورا ما سديته راح انتقل الى الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثانيه انا بعد ما امتحنوا الطلاب، بعد ما امتحنوا واجروا الامتحان التنافسي، راح تكون عندي ورقه الاجابات الخاصه بهم، راح يتم عملها سكانر وتصير بملف PDF واحد. فهسه انا عندي طالبين اللي هو اللي رقمه 3045 واللي رقمه 7791، عفوا 345 و791، فعندي دول الطالبين. وعندي
الورقة الخاصة بالقالب اللي سوينا عليها، وعندي بعد ورقة الأخيرة اللي هي الخاصة بالأجوبة النموذجية. هي ورقة الكي. هذه ورقة الكي لازم يتم الإجابة عليها من اللجنة المختصة. يعني لأن هذه الورقة على أساسها راح يتم تصحيح درجات الطلاب. فلازم هذه الورقة تملأ من اللجنة المعنية. الكي مالته راح يكون 000، ويكتب طبعا هنا كي او اي اسم، ويتم اختيار الاجابه الصحيحه لكل سؤال. بعد ما ملئت الاجابات بصوره صحيحه، هذه الورقه راح يتم ايضا عمل بي دي اف، يعني سكانر لها وتخزن بصيغه بي دي اف. فصار عندي ورقه الاجابات اللي هي الكي، ورقه النموذجيه للاجابه هي الكي، وعندي الملف الثاني هو اجابات الطلبه. فعندي ملفين، يعني الملف الأول هو النموذج اللي يتم ملئه من قبل لجنة الامتحانية اللي هي الإجابات الصحيحة، وعندي الملف الثاني هو إجابات الطلبة. طبعاً أنا من أسوي سكانر لإجابات لأوراق إجابات الطلبة لازم أنتبه إنه السكانر مالتي صحيح، يعني الورقة مو مايلة، مو وحد يعني الإجابات مالتي خلينا نقول من بينه، أو الآي دي مالتي المنطقة متخربطة. لازم أتأكد إنه السكانر ده يصير بصورة صحيحة مالتي، وإنه كل الإجابات الطلبة موجودة، يعني أقصد كل الأوراق الطلبة موجودة. لأن بعض الحالات إنه السكانر عندنا يسحب ورقتين فتروح على الطالب إنه السكانر ما راح يصير للإجابة مالته. فلازم نتأكد إنه عندي الإجابات مال كل الطلبة معمول لها بي دي اف بصورة صحيحة، ورا ما تاكدنا انه الاجابات مالتي مال الطلبه كلها موجوده وبصوره صحيحه معمول لها سكانر وبي دي اف، انتقل للبرنامج مالتنا. وين انتقل للبرنامج؟ هذا البرنامج نفسه، ايش راح اقول له؟ راح اقول له اوبن. ايش راح اقول له؟ اوبن. والاوبن راح اختار الملف اللي انا قبل شويه سويت له قالب، اللي سويته قالب اللي اسمه عبد الله تيست. فراح اختاره. من راح اختاره؟ راح انتظر بعض الوقت، راح تنفتح لي نافذه. هذه هي النافذه. فتحت لي النافذه، هذه النافذه طبعا هو تلقائيا حسب الاي دي مالتي، انا الاي دي ستيودنت الثانيه، وعدد الاسئله مالتي من 1 إلى 66، يعني عندي الاسئله عندي اقراها كل مجموعه وحدها فماكو اي مشكله. بعدها ايش راح اقول له؟ ريد. راح اقول له ريد. راح اضغط على جزئيه الريد من هذه الخانه. ايضا فتحت لي هاي النافذه. طبعا اني اقدر اسوي سكانر مباشره واقرا الاجابات، لكن هذه الطريقه ما انصح بها، لان مثل ما قلنا انه السكانر احتمال ياخذ لي ورقتين، فبالتالي ورقه الطالب ما راح تدخل عندي، يعني ما اقدر اتاكد انه كل الاوراق موجوده راح تدخل للبرنامج. فاستخدم الخيار الثاني اللي تكون انه اني مجهز الملف مالتي مال الاجابات، مسوي لها سكانر ومخزنها بملف بي دي اف واحد ومجهز على حاسبه حتى اتجنب اي مشكله. فاني راح اقول له اختار الريد ايمج، فاختار الريد ايمج. ورا ما اختارت الريد ايمج راح اقول له نيكست. ورا ما خليتها نيكست راح يفتح لي هاي النافذه. طبعا اني من انا اختار وانا مخزن النموذج مال الاجابات، انا مخزنه بالديسكتوب. راح اروح على الانسر وراح اختار هذه، لان انا طبعا لين مسميها بالعربي فيطلع الاستفهام، دائما نسميها بالانجليزي افضل. فاني هنا أنا راح اختار اول خيار الي، لازم اختار ملف الاجابه النموذجيه اللي هو ملف الكي. راح اقول له اد سيلكت. اختاريت ملف الكي. وراها راح اختار ملف الاجابات مالتي، طبعا هو هذا، خليني اعيد تسميته. راح اقول انسر اي ان اس. لازم مو مشكلة، لأن أنا فاتحة فما أريد أسده. فهنا أنا هذه هي ورقة الإجابات مالتي مال الطلبة. أيضا راح أقول له Add Select. طبعا شوية عندنا الحاسبة ثقيلة. بس راح اعيد قراءتها قبل ما اقراها. راح نسوي اجابات الطلبه انجليزي حتى تبين عندنا، نشوفها. انسر ستيودنت
عندي انسر ستودنت غيرت اسمه، راح ارجع للبرنامج مثل ما قلنا، راح اختار الريد ايمج واقول له نيكست، اروح على الفولدر اللي انا مخزن به الاجابات هو هذا اللي هي انسر ستودنت. فاحنا قلنا اول خيار راح اختار ملف الاجابه الصحيحه، لازم يكون الخيار الاول هو ملف الاجابه الصحيحه، والملف الثاني هو ملف الطلاب، لازم يكون ترتيبه بهذا الشكل، ملف الاجابه ومن ثم ملف اجابات الطلبه. بعد ما تاكدت انه الاجابه النموذجيه الخاصه باللجنه هي اول ملف والملف الثاني هو student، راح اقول له next، بعدها راح اقول له read. طبعا راح انتظر بعض الوقت حسب عدد الاجابات مالتك، يعني حسب عدد الاوراق، اذا ورقتين فهو بسرعه مثل ما شفنا، اذا اكثر من ورقه راح ياخذ بعض الوقت حتى يطلع الاجابات. مثل ما نشوف جاب لي اسم الطالب ورقم، جاب لي اسم الطالب والاجابات طبعا مالته. فمثلا هسه الطالب الاول هو جاوب لي على كل الاسئله، يعني لو ننزل هنا نسوي هذه الزوم، هذه المنطقه دي يعرض لي، من اوقف على الطالب راح يعرض لي الورقه الخاصه به. هنا أنا لو جيت اتاكدت فهو هاي الاجابات مالته كلها مختارها تمام، اللي هي الاجابات اي بي وهكذا. الورقة الثانية أو الإجابة الثانية مثلا علي، هنا دا يطلع لي بلانك بلانك بلانك، معناته أنه هو ما مختار. لو وقفنا على اسم الطالب شوي نسوي هنا زوم، طبعا هاي من هنا تقدر تسوي أو بالماوس، مثل ما نشوف أن هنا مختار لي فقط من السؤال الأول الحد الثامن، هو السابع مختار الحد السابع، هذا السؤال السابع هو مختار إجابات A B C D، البقية تاركها فارغة، فطلع لي بلانك، فطلع لي إياها بلانك. طبعا هذا البلانك مصحح البرنامج يقدر يعني يعدل على هاي الدرجة، لكن ما يصير هذا الشيء لأن هو فارغ. عندنا بعض المشاكل تصير إنه الطالب مثلاً إنه اختار لي إجابتين، يعني فرقة الإجابة اختار لي إجابتين، وهاي الإجابتين واحدة خلى عليها نفس هاي التنظيم مالته صحيح، وواحدة الثانية خلى عليها أكس ونبه بها اللجنة الامتحانية لأن ما قدر يصححها. فهنا شلون نعالج هاي المشكلة؟ طبعاً من يصير عندي هاي الحالة إنه عندي إجابتين مختارها الطالب، راح يطلع لك هنا مثلا هسه هنا مختار A و B، A و B وخال على ال A X، فهنا ايش راح يطلع له بالاجابه؟ ايش راح يطلع له؟ راح يطلع له A فارزه B. فاذا هو الطالب مبلغ اللجنه واللجنه تريد تساعد الطالب انه تتاكد انه هو حط صح عليها X، يعني على الخيار ال A هو حاط X ومختار ال B، مبلغ بها اللجنه الامتحانيه لان ما اسعف الوقت يبدل الورقه مالته ويليها بصوره صحيحه، يقدر صاحب البرنامج اللي راح اللجنه اللي تقعد على البرنامج انه تقدر تحدد له الاجابه الصحيحه اللي مختارها هو. اما في جزئيه البلانك، فالبلانك باي ديفولت راح تكون على درجه صفر، باي ديفولت انه الدرجه الافتراضيه له راح تكون صفر. فهذه عندنا خيارات او الاعدادات اللي راح تصير. طبعا اللي راح يقعد على البرنامج لازم يتاكد، يعني يفتر على الاسماء هذه، يفتر يشوف هذا الاسم ويقارنه ويا الاسم اللي راح ينكتب هنا ويا الاسم الخاص به، يتاكد انه البرنامج قرا البيانات بصوره صحيحه قبل ما يصدر الدرجات. هذه الخانه كلش مهمه تكون اختبار اولي، انه نتاكد انه البرنامج دا يقرا الورقه بصوره صحيحه. نختار لا على التعيين اي ورقه، مثلا 10 اوراق يختارها صاحب البرنامج، يتاكد انه الاسم اللي هنا موجود هو نفس الاسم اللي هنا او نفس الاي دي المكتوب. طبعا انت هنا من ندوس عليه راح يطلع لك الاي ديات، لكن هو اللي يهمنا فقط الاسم اللي مكتوب هنا نفسه هنا. بعد ما تاكدنا ان البيانات كلها صحيحه ما عندنا اي مشكله بها قرا الدرجات، راح اجي انتقل الى الشريط العلوي، اروح على الكويك جريد اللي هي الخانه اللي من خلالها راح اصدر الدرجات. طبعا اقدر اصدرها بصيغه اكسل، فراح اقول له الجريد كويك جريت، ننتظر بعض الوقت حتى يفتح لي النافذة الثانية. بهاي النافذة راح يعرض لي رقم الطالب والدرجة الخاصة به، يعني كل طالب راح يعرض لي كرقم وكدرجة النهائية مالته. طبعا البرنامج بصوره افتراضيه هو راح ياخذ عدد الاسئله ويقسم ال 100 يقسمها على عدد الاسئله ويعطي لكل سؤال درجه. في حالتنا احنا هنا عندنا 100 سؤال، فكل سؤال الى درجه واحده. مثل ما نشوف ان هنا الستودنت اعطاني رقم 1 و2
والثاني الدرجه مالته كرموز اي دي و اف، والثانيه كتوتال رقم. احنا اللي يهمنا هو هذا الرقم 66 من 100 و34 من 100. لكن هنا دا نشوف انه اكو مشكله، انه هنا دا يعرض لي رقم 1 و2، انا ما اريده 1 و2، اريد اعرف الدرجه الاولى هي المن والدرجه الثانيه المن. فبهاي الجزئيه حتى اعرض الاسماء بدل الارقام فراح اروح على الادفانس جريد، ادفانس جريد هذه الاوبشن راح ادوس عليها، اروح على الاعدادات المتقدمه مالتي، راح يفتح لي هذه النافذه. وين اروح على الكويشن بروبرتيز؟ اروح على الكويشن بروبرتيز. من خلال الكويشن بروبرتيز هنا اكو اول عامود اللي هو ستودنت اي دي، اللي هي المنطقه اللي انا سميتها الخاصه برقم الطالب، انا سميتها بوقتها سميتها ستودنت اي دي، فراح اوقف عليها وراح اختار هذا الاوبشن. ايش راح اقول له؟ This question identify the student ID، يعني هذا الحقل هو خاص برقم الطالب، هذا الحقل هو خاص برقم الطالب. فأنا مجرد ما اختارته وادوس على الجريد، طبعا هنا يقول لي تريد تحفظه لو لا، انا ما اريد احفظه، فراح اقول له نو. تلقائيا راح يبدل لي الواحد والاثنين باسماء الطلاب الصريحه، مثل ما نشوف احمد وعلي، واحمد واحد وعلي واحد، اللي هي مثل ما مكتوبه هنا عندي بالاكسل. فاني هنا حولت الارقام الى اسماء. هذه هاي البيانات اذا اردت اصدرها فراح اروح على الفايل واروح على الاكسبورت، اروح على الفايل واروح على اكسبورت. طبعا الاكسبورت اقدر اصدره باكثر من صيغه بالشكل اللي يعجبني، اريد اصدره بشكل اكسل، نمرك داتا، تيست ايتم، بالشكل اللي يعجبني. احنا راح نصدره او بشكل تقرير، التقرير معناته راح ينزل نفس هذا الشيء، نفس هذا التقرير المعروض عندي. الافضل انه نصدره بشكل تقرير حتى ما حد يتلاعب بالدرجه ورايه. فراح اصدره على شكل ريبورت حتى ما حد يقدر يتلاعب بيه. اما اذا صدرته اكسل احتمال احد يتلاعب به، او احتمال انه من ينقل الدرجه يدوس على رقم تتغير الدرجه مالته، فاحنا نتجنب كل هاي المشاكل انه اصدرها بصيغه ريبورت حتى الدرجه مالتي ما حد يتلاعب بها. طبعا هنا انا راح اقول الريبورت مالتي راح اخليه بصيغه بي دي اف. كل طبعا هنا راح يقول لي فقط تقدر صفحه واحده او الاول. وهنا انا انه راح الريزوليوشن مالتي او الكواليتي مالتي راح اخليها على الهاي حتى تكون واضحه البيانات مالتي. بعد ما اختارت هذه الاوبشنات راح اقول له اكسبورت. راح يطلب من عندي مكان التخزين، فراح اخزنه على سطح المكتب واكتب عليها درجات، درجات طلبت دراسة العليا، وطبعا اكتب يا امتحان ويا قسم. احنا فقط نكتب طلبت درجات. ننتقل لو نروح للاكس لسطح المكتب، مثل ما نشوف هاي هي درجات طلب الدراسات العليا، ادوس عليها دبل كليك، صار التقرير عندي بشكل بي دي اف. فبهالطريقه انه اني راح اتجنب انه احد يتلاعب بالدرجات. لكن البرنامج بيه مشكله انه الاسماء بالعربي ما يظهرها، يعني اكتب الاحرف مقلوب. فراح نسوي الاكسبورت على شكل اكسل. طبعا من سوينا الاكسبورت على شكل اكسل راح نختار اي واحد من ذن النماذج، احنا راح نختار النموذج الاول، راح نقول له نكست، وراح نكتب عليه الدرجات فقط. اخذنا ايضا على سطح المكتب. ننتظر بعض الوقت، فنلاحظ ان الدرجات نزلت عندي بالاكسل. فبالاكسل عندي الاسماء ماكو اي مشكله ما تتلاعب. فبالتالي انه هاي الدرجات مالتي، طبعا هاي الدرجات اللي نزلت بالاكسل ايضا كصاحب برنامج انه انا اقدر اخزنها كملف بي دي اف. يعني بين البرنامج اذا خزناها كبي دي اف ما راح تطلع عندي الاسماء بصوره صحيحه مثل ما شفناها انه بهذه النسخه انه الاسماء تطلع عندي مقلوبه. فاني حتى اتجنب هذه الجزئيه فراح اسوي اكسبورت على شكل اكسل، وهذا الاكسل قبل ما اعطيه للجنه الثانيه أنا كصاحب برنامج حتى أتجنب إنه أي أحد يتلاعب بالدرجة وراية، راح أروح على فايل وأقول له سيف أس، وأخزنه
ملف بي دي اف. هنا على الاكسل بالسيف تايب راح ادور على شيء اسمه بي دي اف، فراح اختار بي دي اف ومن ثم اخزنه. فمثل ما نشوف هاي الدرجات طلعت عندي بصيغه بي دي اف، ما حد يقدر يتلاعب بها، ويتم نقل هاي الدرجات الى السجل الخاص بهم. هذه هي الدرجه 66 و34 من اصل 100. في حال انه انا هنا عندي الدرجه اريد اتحكم بدرجه كل سؤال، مثل ما شفنا احنا بالنموذج الخاص بكليه التربيه ابن الهيثم عندي 100 سؤال ولكل سؤال درجه مقسمه باي افتراضيا، لكن لو حبيت انه اتحكم بهذه الدرجات لكل سؤال فراح انتقل ايضا لهاي الواجهه الخاصه بالكويك جريد واروح على الادفانس جريد. ادوس عليها راح تنفتح عندي هذه النافذه، ايضا اروح على الكويشن بروبرتيز نفس المكان اللي حددت منه الستودنت اي دي، راح اوقف مجرد ما اوقف على اي سؤال راح تنفتح عندي النافذه الخاصه بهذه. هذه النافذه اقدر اكتب بها نص السؤال اذا حبيت، واقدر هنا اتحكم بالدرجه، هنا مثل ما نشوف الكوركت بوينت يعني الدرجه الصحيحه راح تكون 1، الدرجه الخاطئه راح تكون 0، يعني اذا هو اختار لي الإجابة الصحيحة فراح أعطيه درجة واحدة، وإذا اختار لي درجة الإجابة الخاطئة راح أعطيه صفر، وإذا ما جاوبني يعني ما اختار لي أي شيء اللي هي البلانك فراح أقدر أعطيه صفر. هذه ثلاث جزئيات أنا أقدر أتحكم بها، فمثلا إذا جاوب لي إجابة صحيحة على السؤال الأول أعطيه مثلا درجتين، إذا ما جاوب لي عليها صحيحة أعطيه صفر، إذا عافيها فارغة أيضا راح أعطيه صفر. فبالتالي من خلال هذه النافذة أتحكم بدرجة كل سؤال. كل سؤال شنو الدرجه مالته اللي اعطيه اياه. طبعا هنا باي ديفولت لان انا قريتها من النموذج الكي فده يقول لي الكوركت انسر هو السي، وده يقول لي هذه الاجابات مالته ايش قد اعطيه درجه. فانا من خلال الكويشن بروبرتيز من خلال الضغط على السؤال اقدر اتحكم بدرجه كل سؤال. بعد ما تحكمت بدرجه كل سؤال اقدر اعطيه جريد واعطي نو. طبعا هنا راح يطلب من عندي انه احفظ هذا التعديل لولا، انا راح اعطي نو حتى مباشره يطبق لي التغييرات. فهسه اعطاني للدرجه للسؤال الاول درجتين، فبالتالي زادت من 66 الى 67 ومن 34 الى 35 لان انا اعطيت للسؤال الاول درجتين. وايضا نفس الطريقه راح اقدر اقول له فايل واكسبورت واصدره بصيغه اكسل، ومن ثم من الاكسل احوله الى بي دي اف. فبهالطريقة كان عندنا الفيديو التعليمي الخاص بتصحيح إجابات طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم. شكرا لكم، وأي سؤال أي نقطة كانت ما واضحة تقدرون تتواصلون ويانا ونوضحها لكم بصورة أكثر، والسلام عليكم ورحمة الله.